مرة إذا كان واحد مستعجل هل يجوز الوضوء مرة؟ الحكم كالآتي، طبعا الأولى فرض والثانية سنة إذا استوعب بالفرض، إذا استوعب بالأولى كانت الثانية والثالثة سنة، لكن هذا الوضوء مرة واحدة. العلماء يقولون إن كان من عالم فهو صحيح، وإن كان من غير عالم فوضوءه غير صحيح، لأنه لا يستطيع أن يستوعب الأعضاء بغسلة واحدة. أما ما يذكره، نعم هذا إذا ضاق الوقت تسقط المستحبات ثم تسقط السنن ويبقى الفرائض ثم إلى التيمم، لأن الوقت مهم جدا. فإذا استوعب بواحدة يعني وأتقنها، نعم فلا يزيد، لأنه حتى يستغرق الوقت، لكن لابد أن يوعب بالأولى.